أنا حزب للشوكولا، يعني ما بدها سؤال. رح نرجع لعندك بعد شوي، وهلا مثل ما قلت محطتنا هي مع الشوكولا، شوكولا باتشي بالتحديد، يلي لأسابيع عم بيرافقونا لحتى تاخذوا فكره بمختلف المناسبات شو هي الامور يلي فيكم تحطوها تزينوا فيها، كيف تختاروا الشوكولا. اليوم ضيفتنا السيده بريجيت عزار، مسؤوله تصميم باتشي بيبي بالتحديد. اليوم تام تبعنا مثل ما شايفين الازرق والزهر، بس اكيد هلا رح نحكي عن امور ثانيه لها كمان علاقه بالالوان، انما التركيز هو على مجموعه البيبي او النوفوني يلي بنركض دائما حتى تكون باحلى حلتها. خلينا نكون نقطه الانطلاق هي بالاول من الداخل، يعني من الشوكولا يلي بدنا نحكي عنه قبل ما نرجع نطلع الى الخارج ونشوف شو دارج وشو الالوان. اللي بيميز شوكولا باتشي انه بيتضمن 55 فليفر مختلفه او حشوه مختلفه، وباتشي هو الشوكولاتي الوحيد بالعالم العربي اللي بيستورد هالمواد الأولية الفاخرة وبيصنع الشوكولا حسب روسات خاصة بمعامل باتشي. وبحب زيد انه هالروسات ما بتتضمن مواد حافظة، يعني no additives no artificial flavors، بعكس شركات تانية بتستعملهم كرمال تمد يداين الشوكولا أكتر. وبفضل هالرسات الخاصة قدرنا نتنوع ويكون عنا كذا برودوي وكذا جام، يعني مثلا عنا الشوكولا البري باكت اللي بيجوا بالبوكسز اللي خرج ناخدهم كادو، عنا التعبيات اللي بتكون حسب المناسبات، يعني مثل الأعياد اللي عنا إياهن إن كان رمضان، إيستر، فالنتاين، كريسمس، وفي للمناسبات الخاصة السليبريشنز الأفراح الولادات. وكمان عنا جام هي اسمها باتشينو يلي للولاد من عمر الأربع سنين للعشر 11 سنة، يلي بما أنه مثل ما عم نقول أنه ما عنا مواد حافظة هو شوكولا صحي لألون، وبيجي بباكجينج مهضوم مع ألعاب مهضومة. سو كل هالفرايتي اللي موجوده بالباتشي هيدي قليل ما بنشوفها بغير محلات او بغير براندز اللي بحطوا يعني هيك اشياء، الا الاشياء اللي كثير 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 مخصصه للاولاد، يمكن بس بتكون مخصصه للاولاد. اليوم وقت اللي عم نقول كمان عم نحكي عن شيء اسمه هارت ميد، شو بتقصد بهارت ميد؟ ليش طالع من القلب هالقد؟ هارت ميد هو السلوغان اللي اعتمده باتشي من سنتين. يعني عادة وقت اللي بناخذ كادو، وقت اللي حدا بيفوت على بوتيك باتشي بده ينقي كادو لحدا، بيعمل افار، بحب يجيب هالكادو من قلبه، بفكر انه بدي اخذ شيء يعجب هالشخص الثاني، تو بي يعني تو امبرس ذيس بيرسون. بقى من هون اجت هارت ميد، وهارت ميد كمان بتطبق على الاهل يلي بينتظروا المولود، يلي بيجوا لعند باتشي لينقوا الضيافه لهالبيبي، او يلي عم بيحضروا لعرسهم كمان من قلبهم بيفوتوا بكل الديتايات، وباتشي بيسمح انه من التنوع اللي عنده بيسمح انه تفوتي بالديتايات وتغيري قد ما بدك وتشوفي حسب طلبك شو اللي موجود. وهارت ميد كمان الناس اللي بيشتغلوا بباتشي، نحن يعني بنشتغل من قلبنا، يعني كلنا عندنا باسيون، ان كان الديزاينرز الحرفيين، اهم شيء الحرفيين يلي هن بيشتغلوا الهاند ميد، كل شيء عنا الجند المجهول هو اللي عادة يلي ما بيكونوا على اتصال دايم مع الناس، بس هن بالنتيجة اللي عم بيعملوا لهم ويرتبوا لهم كل هالامور، فاذا يعني اذا ما عملوها عن جد من قلبهم ما راح توصل الفكره. سو وصلنا الهاند ميد بالهارت ميد، وهيدا كان سلوغان باتشي اللي هلا بنتبعه. طيب خلينا نركز اليوم لكان ونقول باتشي بيبي. هلا انت جايبتي لنا الباز يلي لحد هلا حتى لو قلنا انه عم نروح على الوان ثانيه، بس الناس بعدها بتطلبها، الازرق للصبيان والزهر للبنات. كمان رح نحكي عن هالكوليكسيون وتفسري لنا اكثر شو اللي موجود معنا اليوم. هون اليوم معنا تام الباليرينا يلي عم نشوفه على الطاولة، وعنا بلاتويات صغار وعنا الستاند الزهر. تام الباليرينا مثل التامات الكلاسيك، مثل البرنسيس بار اكزامبل، تام كتير ناعم، كل ست وقت اللي تعرف انها ناطرة بنت بتحلم بهالنعومة بالديتاي، بهالكونتكست هيدا اللي خلقينه.
والفكرة الجديدة انه هون مزجنا البنت المعمولة من البورسلان مع الايفانتاي لنعمل مثل اذا بدك رقصة صغيرة، وبنشوفها هون بكذا شكل صغيرة وعم تبرم، والايفانتاي كمان موجود على الشوكولا. دونك كل النعومة البنات والغنج وال موجود هون التندريس كلها موجودة بهيدا التام. تام تاني كمان عنا إياه هو تام باتشي بيبي السيرك. باتشي بيبي هي البرايفت ليبل تبع باتشي، يعني هول الكاركتر اللي عنا إياه هون، البنت الصغيرة والصبي الصغير مع أصحابهم اللي كل مرة بيتغيروا من تام لتام وبينحطوا بكونتاكس مغير. هو هيدا البرايفت ليبل تبع باتشي، يعني هيدي براند انخلقت خصيصا لباتشي صار لها 5 سنين وبتتغير كل مرة حسب القصة اللي عم نخبرها. دونك هون عنا السيك ومنشوف البنت مع الإليفان، هون عنا مرجوحة، عنا الكلون، عنا يعني كذا حيوانات بيرفقون بهالقصة، الجراف، السنج، البيبي حاطين شابو دو فورم، كمان عايشين كونتكست قصة جديدة السيرك. السيرك يعني السيرك هو عادة تام معروف، يعني يمكن من سنين كنا شوي عم نشوفه بيروح وبيرجع بيروح وبيرجع. هالشي معناتها انه الناس بتحبه بتطلبه، بس دائما في التجدد والتغيير يمكن بطريقة التقديم. اكيد بالالوانات اللي موجودين عادة السيرك بيكون بالوان الاصفر احمر ازرق، هون حبينا نعمل الالوان التقليدية بس بطريقة مش تقليدية، يعني مستعملين ايتمز ترندي مثل الشوارب مثل المستعشة اللي هلا كثير دارجين بنشوفهم على كل ليمونات الديكوراسيون. سو تغيرت نظره السيرك حسب مع باتشي بقلب هال اذا بدك شوي شوي الى حد ما تقليدي اللي عم نشوفه انه ازرق وانه زهر وهيك. بدي ارجع انا شوي لموضوع الشوكولا اللي جوا، بعد الناس كمان بتطلب الاشياء التقليديه انه تضل جوا، يعني شوكولا ساده حلو او هيك، او لا لانه اولاد عم نروح على طعمات مختلفه تكون كمان منوعه بقلب بقلب الارانجمون. هلا نحن بننصح دائما انه الطعمات المختلفه ما يكونوا ديكوريتد، يعني الديكوريتد شوكليت اللي ملزقين عليه ديكور يكونوا هن الطعمات العادية، لأنه التلزيق لما يأثر على الطعمة. سو يلي بيطلب مثلا غير فليفرز بننصحهم انه يكونوا بس رابت بشوكولا زهر او ازرق او ابيض حسب، يعني يزيدوا لون على الارانجمون بس ما يكونوا هن ديكوري، لانه هالشيء افضل. بس انه الناس عم تطلب يعني هالطعمات تكون موجوده ومنوعه بقلب الارانجمون للنوفوني. اكيد، وفي ناس بيكونوا معودين على فليفرز خاصه، يعني بيطلبوا انه عبالي من هيدي او عبالي من هيدي وبنزيد لهم اياها. يعني عظيم، بدي ارجع اقول انه نحن عنا ازرق وزهر هيك، بس كمان في الوان ثانيه عم تنطلب للنوفوني. قديش عم بيروحوا على اي الوان اكثر شيء؟ هي خاصه بلبنان، يعني بكل البلاد الموجوده فيها باتش، يعني اكثر من 140 محل بالعالم، عنا الازرق والزهر هن الهيرو اللي اكثر شيء مطلوبين، وخاصه مع باتشي بيبي. مزبوط، بس بلبنان خلقنا تمات معينه بيكونوا ملونين اكثر، بيكونوا افكار جريئه اكثر، المواد المستعملينها مواد مودرن مثل البلاكسي مثل الوان الفلويو. هيدا هولي تمات انخلقوا خصيصا للبنان وبينوجدوا بالبوتيكات بلبنان. طيب بما انه عم نحكي هيك وعم نحكي عن باتشي كمان وانتشارها حول العالم، بدنا نعرف شوي عن المنطقه العربيه، كيف وين وشو يعني عم تقولي في اشياء خاصه بلبنان، هل في اشياء خاصه كمان بالبلدان العربيه حسب هن شو متطلباتهم؟ مزبوط، نجاح باتشي بيبي يعني صار له من 5 سنين. باتشي بيبي نزل بكل البوتيكات، بينزل بزيت الايدنتيتي، وهيدا نجاحها للايدنتيتي لانه زبطت على ذوق، درست تدرس الماركت على ذوق قبل ما يفوق. مزبوط، هلا بالبلاد العربيه بعدنا بنحب التراديسيون، بنحب نبقى على الازرق وعلى الزهر على نعومه براءه الاطفال. عنا بالسعوديه 55 فرع، بالامارات 25 فرع،
كلهم عندهم إيماج موحدة مثل اللي عم نشوفهم هلا بالبوتيك عنا وقت اللي صورنا. هيدا باتشي بيبي اللي بنشوفه بكل البوتيكات بكل العالم بتغييرات صغيرة بتصير حسب البلد، بس الإيماج كلها موحدة حسب البلد حسب الطلب حسب يعني ناس كمان. مزبوط، يعني مثلا بلبنان نحن بنهدي سوفينير لحاله، مثلا بسعودية السوفينير بينحط بالارانجمان، يعني بناخذ صينيه بنكون حاطين فيها كم سوفينير للديكوراسيون لانه العوايد هنيك مختلفه. بيوصلنا هذا الحديث لكان الى السوفينير، بدك تشرحي لنا بعد شوي كمان بس شو عم نشوف، شو الفاريتي يلي معقول نلاقيهم؟ هيدا مثلا من التمات اللي انخلقت للبنان، تم جينز مع الوان فوشيا وفيو اكسسوار، هيدا كمان تم خاص بلبنان. نرجع بحديثنا اللي موجود عندنا على الطاوله شوي، والسوفينير يلي صاروا كثير تراديسيون يعني، وصارت على الافكار عم بتروح على الاشياء كمان البراتيك اللي الواحد بيقدر يخليها بالبيت ويقدر يستعملها. عم نلاحظ بالسنين اللي مرقت انه صار في طلب زياده على السوفينير، خاصه بما انه عم نعرض افكار سوفينير مثل ما قلتي لهم يعني استعمال يومي مش بس بينصمدوا. في كثير ناس بحبوا اكسسوار الكلاسيك الكريستال يلي بينصمد بالصالون، وفي ناس بتحب الاشياء الترندي اكثر اللي اوتيل اكثر، يعني مثلا صممنا علبه الكليناكس يلي من جلد تنحط مثلا باوضه البيبي، دائما عندنا كادرات سيليكسيون كبيره من الكادرات بتستعمل، الماجيت الايتمز البورسلان، في لكل تام تقريبا عندنا سيليكسيون بتلحق التام، يعني لتام السيك في عندنا سوفينير بيلحقوه، لتام السيلر في عندنا كمان السال ايبواف معمولين من بورسلان بشكل باتو، بيكونوا تابعين القصه اللي عم نحطها. عظيم اللي نحن شايفينهم هون، لكن شفنا علبه الكلينكس وشفنا شوي بعض الاشياء السوفينيرات، واكيد بدنا نختم لكان مع انه اليوم حلقتنا وصلت بسرعه كثير، يعني وقت بنكون عم نحكي عن الاولاد وعن الالوان ما بنخلص بالحديث، خصوصا انه انا الشوكولا يعني كلنا فيني الغي بعدين كل شيء ضلنا نحكي عن الشوكولا. خلينا ننهي حلقتنا اليوم اكيد بكلمه اخيره لإلك عن باتشي. بقول لكل اللي عم ينتظر مولود انه ما يقبلوا غير بالافضل لاولادهم باطيب شوكولا واحلى ديزاينات عند باتشي. دائما بدهم يحسبوا حساب يعني يبلشوا قبل بوقت، لانه قبل اذا طالبين اشياء ديتاي صغيره بدها وقت لحتى تتحضر. كمان كرمالهم لهن يشوفوا دائما افكار جديده، يعني مثلا يبلشوا قبل ما يجي المولود بشي 3 اشهر، بركي ما عجبهم شيء بعد شهر بيرجعوا بنكون نزلنا شيء جديد. دائما افضل ما يزركوا حالهم ليقدروا ياخذوا الافضل راحتهم. ميرسي لك، اهلا وسهلا فيك، رح نتوقف للحظات قليله ونرجع نتابع، خليكم.